مرضى السيلياك تغذية خاصة، علاج خاص؟ نعم، للسيلياك. السيلياك عنده علاج. السيلياك والكرون والكانديدا عندهم نظام غذائي خاص لنرجع نبني جهاز هضمي من أول وجديد. طيب، يعني هو في بروتوكول بيمشي عليه المريض ليعالج هالمشكلة هي. طبعا متعارف عليه أن مريض السيلياك ما يقدرش يأكل الجلوتين، يعني موجود في القمح، في الشعير، في الشوفان، هذه الجلوتينات ممنوعة عليه طبعا. لكن هو في عنده نظام غذائي بيكون من مرحلتين، مرحلة أولى من 3 أيام لعشر أيام عنده بروتوكول بيمشي عليه لنرجع نبني جهاز هضمي من أول وجديد. تمام. ومرحلة الثانية طبعا في قائمة ممنوعات، ممنوع يأكلها أبدا مطلقا، وقائمة أشياء لازم يأكلها كثير. أهم ما في علاجه هو زيت جوز الهند، هو زيت النعناع، زيت اللبان الذكر طبعا، إضافة للبروبيوتيك من دخله لهذه البكتيريا المفيدة لترجع تبني أمعاء جديدة يعني. وعنده نظام بيمشي عليه طبعا. طيب لمدة 3 أشهر.